وصلنا بقى للبلاي ستيشن ونشوف الاستاذ محمد والاستاذ جاستن هيعملوا ايه في السباق بتاعنا ومين اللي هيفوز ومين اللي هيسبق. عايزه اقول لكم على نصيحه، لما تلاقوا بنزين خدوه، لان العربيات هنا بتقف من غير بنزين. اوكي، جاهزين للسباق؟ جاهزين نشجع جاستن ومحمد؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي جو. محمد معاه العربيه الصفراء، جاستن معاه العربيه الحمراء، ونبتدي على طول. محمد في المركز ال 19 بقى في 20، جاستن في 18 عداه. برافو يا ابني، اهم حاجه البنزين. ايوه يا ولاد، عداك لسه، انت في ال 17 وهو في ال 20 لسه في المركز الاخير. يلا يا محمد خد بنزين. برافو جاستن في 17، محمد في 19. بس محمد جاستن محمد، واو، جاستن في 13، محمد لسه في المركز اللي قبل الاخير. برافو يا جاستن في ال 12. ايوه يا ابني، ايوه يا ابني، ايوه كده. حاسب، ما انت لما بتاخد الانرجي دي بتسرع، هتاخد بالك وانت بتحول يا محمد. جاستن مش محتاج طبعا نصايح. جاستن في اللفه الثالثه وفي المركز العاشر. حاسب، خلي بالك من البنزين يا جاستن. بس هو في التاسع، في بينهم 10 عربيات. برافو. ايه يا جاستن، انت قاعد قدام بلاي ستيشن طول الوقت. برافو، في الثامن، في السابع. برافو محمد، للاسف لسه في المركز اللي قبل الاخير. اوه معلش، مش مهم طبعا. مش هيسبقك، بس يعني انت ممكن تسبقهم كلهم برضه. سابع، سادس، عمال بقى خامس، سابع، سادس، رابع، بيتقلب، يقوم عربية جاية قبليه. فاينل لاب عند جاستن، وجاستن في المركز السابع. بقى في السادس، بقى في الخامس، ومحمد في الستاشر. جاستن بقى في الرابع، واو. ومحمد بقى في الخمستاشر. برافو. يس، يس، جاستن خلص المركز الرابع. محمد في ال 14 ولسه مكمل في ال 13 12. برافو يا محمد، يلا يا محمد، يوك يلا يا محمد والنبي. 13، محمد المركز ال 13، جاستن المركز الرابع. جاستن هو اللي كسب يعني السباق ده، بس عادي احنا عندنا حاجات تانية نكسبها، مش كده ولا ايه؟ برافو، جريت جوب الولاد. ايه؟ يلا، ايه والله ما انت قايل. احنا هنخش نشوف بقى ايه كونكت فور هنعمل فيها ايه كده.